ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا معاكم لفقرة 2 على 1. النهاردة معانا واحد من أهم نجوم النادي الأهلي في كرة القدم. مشواره كان مليان بطولات وإنجازات، كان دايما واحد من أهم أسباب فرحة جماهير المارد الأحمر على مدار مشواره لحد ما لقبوه بالجناح الطاير. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لكم مرة تانية. صالح ومحمود صالح بيلعبها لمجدي عبد الغالب العرض وللخطيب، والخطيب بيرقص واحد وفرصه اثنين بيلعبها حلوه لحد مراد وحد هجمه كلوزه كلوزه. الجول الرابع للنادي الاهلي، حمزه مراد برجله اليمين جوه الجول على يمين فرجاوي جنب العارضه قنبله علشان يجيب الجول الرابع للنادي الاهلي. يا سلام، 4-0. لا شك نزل غير مجرى المباراة. هي قنبلة، الخطيب نزل غير مجرى المباراة تماما حقيقة. يعني أصلح وفوز 2 بيلعبها حلوة لحد مراد وحد هجمه كلوزه كلوزه. الجول الرابع للنادي الأهلي، حمزة مراد. لعبة طاير أبو زيد ناحية الشمال لزكريا، وزكريا ورا حلوة. جول جول حمدة مرادي. لسه بقول لحضراتكم ان حمدة مرادي عامل ماتش كويس قوي، وعلى طول حمدة مرادي بقنبله يشوطها من حوالي 25-28 يارده. زي ما شفنا منورنا ومشرفنا كابتن حمدة مرادي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، واللي هنتكلم معاه عن بدايته في النادي الاهلي وحكايات بقى مشواره الكبير في كره القدم. منورنا يا كابتن. ويعني الواحد هو بيشوف الجوين دي يعني قلبه كده ايه، عايز اللي هو يا ريتني كنت في الماتش ده. منورنا ومشرفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعيد جدا اني موجود معاكم النهارده، وكل عام وانتم بخير وعام سعيد ان شاء الله عليكم وعلى المصريين جميعا يا رب. طبعا اللقطه اللي انتم جبتوها دي يعني في اللحظه رجعتني كتير ورا. ايام جميله طبعا، وايام لعب الكوره طبعا. لكل لعيب كوره الوقت اللي انت بتلعب بيه في دوت دي اسعد ايام حياتك طبعا، فاستمتع ومتع الناس بيها. يعني احنا عايزين بقى زي ما رجعنا لورا كده بالاهداف، نرجع لورا بالذكريات وبدايه مشوار حضرتك في الكوره والنادي الاهلي ومنتخب مصر. يعني عايزك تحكي لنا شويه. هو طبعا زي معظم اللعيبه زمان ابتدينا من الشارع. كلنا كنا بنلعب في الشارع، ده كان بيلعب في الشارع عنده في الحته اللي ساكن فيها، وده هنا وده هنا وده هنا. والصدفه البحته معايا انا يمكن خدمتني شويه او ربنا رايد، بس برضو في سبب ان ربنا كرمني الكرم دوت. يمكن انا ليا اخ اكبر مني بسنتين كان بيلعب في الاسماعيلي. قبل ما يروح الاسماعيلي كان بيلعب في مصنع صقر، كابتن علي زور الله يرحمه طبعا كان موجود. فاخويا ده خدني قال لي تعالى ممكن تلعب معانا يعني في النادي يعني مصنع صقر دوت. فرحت ونزلت اختبار، فيمكن الكابتن علي زور كده الله يرحمه كده حط الكوره في نص الملعب وقال لي شوت الكوره للجول، شوف هتوصلها فين. من نص الملعب. من نص الملعب فشوت الكوره فطلعت ضعيفه يعني ما وصلتش ال 18. اوكي. فقال لاخويا طبعا ده لسه صغير ولسه الكلام دوت. انا كان عندي مثلا بتاع 15 16 سنه، مش لسه في مش, مش كبير. ف يمكن النقطه دي لما هو قال لسه ضعيف اديتني دافع. انما برضو انا كنت بلعب في الشارع، ما بلعبش في حته تانية. الصدفه البحته ان انا كنت بنلعب مره في الاستاد القاهره، كان في ملاعب فرعيه اللي بره دي كانت مفتوحه للناس يعني. فكنت بلعب مع اصحابي وكده. عم جمعه سرحان الله يرحمه كان اداري في قطاع الناشئين، فشافني فقال لي تعالى. فقلت له حاضر، بكره تجي لي كذا 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 في النادي الاهلي. كان كل الفرق الكوره كانت في الجزيره. فجيت كابتن انور سلامه كان موجود، عم جمعه قال له اللعيب دوت انا شفته كويس فشوفه. طبعا انا وانا رايح النادي الاهلي طبعا انا ما عنديش لبس، لا شورتي ولا فانيلا ولا جزمه كوره. ما عندكش لبس كوره خالص، ما زي يعني ما كان من زي نادر اي حد بيلعب في الشارع بالظبط كده.
فشحت اللبس بتاع اخويا. كان بقى كابتن علي زور بقى جايب لهم اعظم وانظف لبس الماني من المانيا اللي مصنع صار. شحت الطقم بتاع اخويا ورحت بيه، فكان شكلي كويس. فلفت نظر كابتن انور سلام، قال لك بقى لا ده لعيب كوره بقى ومتشيك وعنده طقم بقى. انطباع يعني، ما هو اي لعيب برضو طبعا الاهتمام بالشكل بيدي انطباع للاول. انت اول ما تشوفي اول مره حد كده، الانطباع الاولاني دوت لا بيديكي فالكابتن انور سلامه شاف ان انا يعني مهندم في لبسي ولابس لبسي كويس فخمس دقايق كده لعبت، قال لي تعالى عم جمعه عايزين خلاص. فجت بقى الـ 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 النقطة الثانية. أنا وقتها كان عندي 17 سنة تقريبا، المفروض ألعب تحت 17، بس زمان بقى كان إيه، مواليد شهر 7 غير شهر 8، ال 10 أيام فرقوا معايا إن أنا ألعب 19 ما ألعبش 17 سنة. أوكي. فالخطة الإلهية عندك مظبوطة يعني من قبل ما تتولد. فما كابتن أنور سامح حتى زعل. فألعب لازم ألعب 19 سنة. كابتن هاني مصطفى كان هو المدرب ال 19 سنة، كانوا مسافرين، كان بياخد دورة يعني بره مصر. فقال لي عم جمعة خلي حمدي موجود. فجي كابتن هاني لما رجع بقى كابتن أنور سلامة قال له اللعيب دوت خده في فرقتك جايته من غير ما يشوفني الكابتن هاني. وفعلا ودي دي دي كانت البدايه والانطلاقه بتاعتي. بس انا كنت بلعب بقى 19 سنه وانا عندي 17 سنه عشان فرق ال 10 ايام دوت. ولعبت 19 سنه، وبعد كده 21 سنه بقى كان الكابتن ماهر وجي ودوست بنزين. ودوست. طب كابتن ودوست. كنت فعلا بتلعب من وراء اهلك وفعلا كنت بتمشي من منطقتك من الزاويه لغايه النادي الاهلي؟ هقول لك حاجه، معظم لعيبه الكوره زمان كانوا بيلعبوا في الشارع. انا دايما كنت فعلا اي لعيب كوره كان بيلعب من وراء اهله، كان بيلعب من وراء اهله وبيلعب بقى اللي بيلعب حافي واللي بيلعب. ما هو برضه يعني الامور ما كانتش ميسره ان تبقى في لا في كوتشيهات ولا حتى احذيه كوره. كل ده مش متوفر دلوقتي بعد يعني من غير ما اقطع حضرتك، دلوقتي بنودي تمارين وبنجيب كل حاجه ومش عاجب، مش عايزين يتمرنوا كمان. ده انا بشوف اكتر من كده مليون الف مره كمان. ف يعني بس انت كل حاجه بتعمليها طالما بتحبي الحاجه فانت بتجتهدي فيها. يمكن ده الوقت دوت والزمن دوت فرق معانا كلنا، مش فرق معايا بس، فرق مع لعيبه الكوره في مصر كلها طبعا. ان هو كان عنده اصرار وبعدين بيحب الحاجه. انت مش رايح استفاد منها فلوس يعني، اللي كان فيه فلوس بقى هاخدها بقى 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا ما كانش فيه يعني فعلا ده. كنت بتمشي برضه كابتن المسافه دي؟ بس انا كنت بمشي بقى لنقطه تانية يعني ده. بس الكلام دوت لما انا طلعت درجه اولى بتاعت الفريق يعني انا خلصت بقى ال 21 سنه فالمفروض بقى ايه الدرجه الاولى هتختار اللعيبه اللي هي هتتصعد. تمام. كان الله يرحمه كان الكابتن فؤاد شعبان كان دايما ياخدنا كده، ياخد اللعيبه كم واحد في الماتشات الوديه مع الفريق الاول. كل اسبوع بيعملوا ماتش ودي عشان الناس اللي ما لعبتش. تمام. فكان دايما ياخدني، بس كنت بقعد احتياطي ما بلعبش، ما بيلعبنيش. اوكي. انما برضو محسوبه يعني. طبعا. فخلصنا بقى ال 21 سنه وخدنا الاجازه، وانا كان عندي جات لي اصابه كده في وش رجلي اتخبطت وقعدت في البيت. خلصت، ما انا خلصت الكوره، خلصت الدوري، خلص بقى 21 سنه خلاص. مفيش بقى الدرجه الاولى، مش يعني ايه، مش حاططها في دماغي قوي وما بسعاش ليها. وقلت خلاص انا شبعت. انت بتحبها، انت بتتبسط وانت بتلعب كوره. بس اصله قيمه الدرجه الاولى. الدرجه الاولى كان موجود فيها مين وقتها؟ كابتن مصطفى يونس وكابتن اكرامي وكابتن خطيب وكابتن مختار. الناس دي كلها احنا بنقعد نتفرج عليهم وهم كانوا بيتفرجوا علينا. هو الميزه ان الفرقه كلها كانت بتتمرن في ملعب واحد وفي نادي واحد واوض اللبس، ده شايف دوت وده شايف دوت وده شايف ده. فكان حتى ده مسهل الاختيار على مدرب الدرجه الاولى او المدربين، انه شايف الصغيرين كان شايف كل يوم في التمرين وشايف المباريات الماتشات. فلما انا خدت بقى الاصابه وقعدت وما روحتش كده وكنا واخدين الدوري ال 21 سنه فقعدت فتره طويله ما بروحش النادي خالص. وبعدين بقى ايه، لا في تليفون يعني، من نادر كان حد عنده تليفون في البيت.
يعني اللي هو الغني قوي كان ساعتها معاه التليفون اللي هو لا عنده تليفون في البيت اللي في البيت دوت لما فيش حد تاني، فما فيش وسيله اتصالات خالص ولا مش عارف يعني. قابلت حد وتعلم ليك انت ليك مكافاه بتاعت البطوله بتاعت 21 سنه جريت تاخدها. ما جريتش بالبتاع بس انا جيت يعني رحت النادي. أيوه. فرايح جاي النادي بالصدفه وكانت المكافاه ايه؟ كانت خمس شهادات استثمار، الشهاده بجنيه. دي اول مش مكافاه مش فلوس. مش انا لحد دلوقتي يعني عندي الشهادات. اول حاجه ماديا خدتها من الكوره خمس شهادات استثمار كل واحده بجنيه. الشهاده بجنيه لحد دلوقتي بتاعت البنك الاهلي لحد دلوقتي عندي. انا ما حضرتهاش طبعا. لا شهادات البنك الاهلي دي كان عليها سحب. ما زيها زي الشهاده الألفي دلوقتي والشهادات اللي موجوده اللي بيحصل عليها سحب على طول يعني. وانا جاي النادي جيت دخلت لعم الجمعه عشان اشوف الفيلم. قال لي كان رب كان كابتن عماد اليماني. قال لك انت صعد. قال لي انت فين؟ قلت له في البيت. قال لي الكابتن جوهري بيدور عليك بيسالوا عليك. ما مش عارفين يعطروا لي بقى ولا. كان الكابتن جوهري بقى ماسك المدير الفني والكابتن زيزو يعني الاثنين قمه الاخلاق وقمه أسطير. الهدوء وحاجه جميله يعني. قال لي الكابتن جوهري بيدور عليك. قلت له الكابتن جوهري بيدور عليا. فروحت خارج من المكتب بتاعه ولقيت اللعيبه بقى كان ضياء السيد واسامة عربي ومعظم اللعيبه بتوع 21 سنه دايما رجليهم في النادي. كل واحد عايز يعني بيشوف ايه مين اللي هيتقعد في الدرجه الاولى مين اللي هيبقى موجود. فانا جيت ودخلت على الكابتن جوهري فبص لي قال لي انت مين؟ قلت له انا حمد ابو راضي. قال لي انت فين؟ قلت له في البيت بقى. قال لي ايه اللي قعدك في البيت طيب؟ قلت له كان رجلي متعوره ويعني مصاب يعني وكانت وارمه شويه وراحت. قال لي قال لي انت معانا موجود حسيت بايه بقى؟ في التمرين حسيت بايه؟ انا ما صدقتش نفسي يعني ما قلت ايه اللي بيحصل ده؟ كان حتى الكابتن زيزو شاف رد الفعل بتاعي ما يعني ما بينتش فرحه قوي مش فرحه وتنطيط. كنت مصدوم. عمال بفكر يعني بتاع. وخرجت بقى من عند الكابتن جوهري اللعيبه كلها واقفه بره. الكابتن جوهري كان عايزك في ايه؟ قلت لهم ده حصل كذا 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 كذا. قالوا لي يا ابن اللذينة يعني انت قاعد في البيت مش في دماغك وتيجي انت اول واحد تصعد للدرجه الاولى؟ رزقك. وفعلا صعدت. فحتى يمكن انا الوحيد اللي سافرت مع الفرقه فتره اعداد في المانيا. بقيت اللعيبه معظمها مثلا اسامه عرابي وضياء السيد كانوا في فتره اختبار يعني لسه ما قرروش فقعدوا في مصر. فيقولوا لي انت مش في دماغك انت الوحيد اللي تروح وكده. وحتى يعني هناك في المانيا كان في فتره الاعداد كابتن جوهر والكابتن زيزو عملوا مسابقه لضربات جزاء وجابوا كاس كريستال كده من هناك. فأنا كسبتها مش اصغر واحد موجود. حتى الكابتن زيزو لحد دلوقتي يقول لي يعني الكابتن زيزو على اتصال بيه على طول يعني. يقول لي انت فاكر المسابقه بتاعت المانيا بتاعت ضربه الجزاء دي؟ اقول له قلت له طبعا فاكرها. قال لي انت ال 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 الوحيد ان انت ما كنت بتشوط مش متوتر يعني مركز عندك ثقه ثقيل في الملعب. يعني دي البدايه. وحتى يعني كملت حتى يمكن في ماتش الجون الثاني اللي جابوه اللي كان موجود كان ماتش الترسانه. انا كنت بلعب باك ليفت. اوكي. في الاول كنت بلعب باك ليفت مش باك رايت. الجول دوت الكاميرا جت على الكابتن جوهري والكابتن زيزو بيضحكوا والكابتن احمد ماهر. الماتش دوت كان اول ماتش في الدرجه الاولى العبه. ما شاء الله. الكابتن جوهري يعني من المدربين العظماء ربنا يرحمه يا رب. طبعا. كان بيشور الجهاز التدريبي اللي معاه بيقول له احنا النهارده مثلا ايه رايكم هنزق حمدي او هنلعب فلان الصغير. فكان الكابتن احمد ماهر كان مدربي في ال 21 سنه ربنا يرحمه يا رب. يا رب. الكابتن جوهري قال له ايه رايك ان احنا حمدي هيلعب النهارده في الماتش والترسانه كانت فرقه تقيله واحمد ناجي واقف. فايه رايك يا احمد يا ماهر؟ قال له لا. هو الجون ده الاحسن ده الجون ده
لا ده المرسى التونسي الجون الثاني اللي كان في ماتش الترسانه. قال له ايه رايك يا كابتن ماهر؟ حمدي هبتدي بيه النهارده وبتاع. كابتن زيزو قال له طبعا. كابتن احمد بقى قال لا بلاش حمدي، هو خايف عليا، هو بيقول كده خايف عليا. ترسانه فرقه تقيله واول ماتش وبتاع. قال له لا لا بلاش حمدي الاحسن يبوظ، بلاش مش جاهز وبتاع. فكابتن جوهري سمع كلمتين، هو واخد القرار بس هو بيشوره يعني. المشوره. لعبت الماتش ولعبت وباك ليفت وجايب الجول، جول يعتبر بعيد وجامد وايه، وتلاقيها شوطه يعني، الشوطه اللي الكابتن علي زيور قال ده ضعيف يعني رجليه ضعيفه. بص بيضحكوا، هم بيضحكوا بيبصوا للكابتن احمد ماهر. لا هو جون وفي المقص لا 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 في المقص حاجه خطيره. ده لو كان في سوشيال ميديا ساعه يا نهار ابيض، ده انت ما كنتش هتمشي، ما كنتش هتعرف تخرج من البيت، كنت هتطلع ترند يعني. لو كانت ساعتها في سوشيال ميديا كان زمانك ايه. انا اقول لحضرتك حاجه، انا في الماتش ده غير الجول دوت، انا في حاجه كنت عايز اعملها وعملتها، انا ما كنتش عايزه تخش جول. إيه؟ انا كنت من الكورنر الشمال عايز اشوط من عند الكورنر احطها في المقص وتخش الملعب تاني ما تخشش جول. اوكي وعملتها. وبرضه عملتها في ماتش مقاولين يعني. انا بفهمك ان اللي انت بتتخيليه وبتعمليه وعايزه تعمليه وبتنفذيه في الملعب بيجي زي ما انت عايزه، بس ده طبعا بيجي ايه حته اصرار وتدريب وتوفيق وتوفيق من عند ربنا طبعا وايمان طبعا. اعتقد ان حضرتك كنت مؤمن بنفسك بنسبه كبيره جدا جدا انت هتقدر تعمل ده. طبعا الحمد لله طبعا من فضل من عند ربنا، ومعظم الحاجات يعني الحاجات الكويسه اللي اتعملت وانا بلعب انا كنت بشوفها تتخيلها من قبل ما اعملها. يعني ممكن اكون شفتها من فتره. حتى لما بعملها بقول انا شفت المنظر ده. تخزين ده مهم قوي فعلا. انا شفت المنظر دوت يعني ان الحركه دي يعني سبحان الله. بس كون ان انت بتفكري في حاجه وعايزه تعملي فيها حاجه فبتتنفس. انما انا اسيب نفسي لوقت المباراه زي ما تيجي ما هو ما بتلاقيش. صحيح. دايما ما فيش فكر، الفكر متاخر. صح مظبوط. التسبيق فعلا مهم. طبعا بتشوف مين من اللعيبه اللي مين بيعجبك من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، تحس كده انه لعبه قريب منك، تحس انه بيلعب كوره بحب مش عشان فلوس ولا سوشيال ميديا ولا الحاجات دي. طبعا الحاجات دي مهمه، بس بتشوف مين كده بيلعب بيحب الكوره؟ والله يعني ما فيش حد في يعني في دماغي قوي فيها. بس انا يعني ولا فيش حد عامه؟ لا 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 استحاله ما يكونش في حد. فيه بس طبعاً لا في، بس ممكن ما يكونش باين او ما يكونش في البال يعني. انما يعني انا بحب اللعيب عامه، سواء في الاهلي او في الزمالك او في اي مكان، الـ 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 المجتهد والمتجدد ملوش نمط. يعني ما فيش حاجه اسمها انا ما اعرفش العب في المكان دوت. انا ظروف الماتش وظروف المدرب ممكن تجبره ان هو يلعب هنا تلعب هنا وتلعب هنا وتلعب هنا. ما فيش حاجه يعني ما طلعش حجج واوهام يعني. هقول لحضرتك حاجه برضو، موقف يمكن موقف سخيف في يوم وجميل في يوم تاني. يعني كان في مباراه في ماتش كنا بنلعب الزمالك، كان في الدوري، وانا في الماتش ده كنت اوحش واحد في الفرقتين، في الفرقه كلها، في الفرقتين مش في الفرقه، لا اوحش واحد في الملعب. اوحش واحد في الملعب. مش اوحش واحد يعني مش مبوظ الدنيا. بس مش هو ده مقارنة. انا كنت يعني انا وغيري كنا بنحاسب نفسنا دايما. انا كنت وحش ليه؟ ايه الاسباب؟ انا طب انا عملت ايه من اول ما صحيت؟ عملت ايه وايه وايه وايه؟ ابتدي ادور على الحاجات السبب اللي اثرت ان انا عملتها جديد واثرت عليا وحش او اثرت عليا كويس. اوكي. فماتش الزمالك دوت كنت وحش قوي ما مش حتى كابتن جوهري ما رضيش يطلعني من الملعب. او يعني الاهلي وزمالك مش ماتش قليل يعني. بس تعادلنا فيه يعني الحمد لله ما اتغلبناش الحمد لله. واسبابه قعدت اسبوع في البيت. احنا كنا دايما الماتشات من الجمعه للجمعه دايما. قعدت لعبنا الجمعه الزمالك،
قعدت سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس ما نزلتش من البيت. شباك البيت دوت شباك الأوضة ما تفتحش، لأن أنا المكان اللي أنا قاعد فيه حوالي أربع مدارس. والناس عارفة العربية تحت، فحمدي فوق. أنت يعني مش قادر تواجه حتى جمهور ولا ناس. مش قادر ولا أنا مش قادر أواجه اللي في البيت، مش في اللي في الشارع. مش قادر يواجه نفسه. يعني هو متضايق من ما رحتش النادي، ما رحتش التمرين، ما عتبتش النادي أسبوع أسبوع كامل. وبعدين كمان ما فيش تليفون يعني ما احنا صح عايزين نتكلم على موضوع التليفون ده. انت اول واحد دخل التليفون. بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع كابتن حمدي ابو راد. لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا ومنورنا نجم النادي الاهلي حمدي ابو رادي. كابتن حمدي، يمكن حضرتك قبل الفاصل كنت بتتكلم عن ماتش الزمالك والاهلي، واللي كنت بتتكلم ان مفيش تليفون. انا بقى الحته دي عايزه اتكلم فيها. انت اول واحد دخلت تليفون للزاويه كلها. تمام. احكي لي عن ده. احكي لي عن موضوع التليفون ده. هو موضوع التليفون ده طبعا كان مهم جدا بالنسبه لي، يعني المواقف اللي حصلت دي ومفيش وسيله اتصال للنادي يتصل بيا، فلازم اركب تليفون. ما بتدهش بقى. لازم. بس الموضوع صعب، يقول لك كابلات، يعني الموضوع كبير جدا. ياخد وقت. كبير جدا. وممكن يعني دورك ده سنه وبتاع. فرحت. لا سنه عشان اركب تليفون؟ وممكن سنتين. وممكن ما يجيش خالص يتركب يعني. حياتكم كانت صعبه. صعبه قوي. فاعمل ايه؟ اعمل ايه؟ رحت واخد بعضي ورحت وزاره الشباب والرياضه. الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه. الله يرحمه. هو راجل فاضل وبلدياتي ومن زفته. فرحت له على طول، دخلت المكتب ورحب بي راجل غير عادي يعني، ربنا يا رب يرحمه. وقلت له الموضوع كذا 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 كذا، وما عنديش تليفون في البيت وكذا، النادي لا بعرف اتصل بالنادي ولا النادي يتصل بيا لو لاي ظرف من الظروف بتاع. قال لي من هنا يا حاضر. ما بكلم وزير الاتصالات تاني يوم. تاني يوم رحت يعني ركبوا لي تليفون. ودي طبعا قمة الإعجاز طبعا. وإيه والوحيد اللي في عنده تليفون في الزاوية، ما فيش حد تاني. ده لو حد عايز يكلم حد، معلش يا كابتن بس عايز أعمل تليفون ثانية. لا بس إحنا كنا في الدور الخامس وكان الناس بتتعب بقى ما تطلعش. كابتن حمزي، عايزك حضرتك تقول لي إيه الفرق، بتشوف إيه الفرق بين جيل حضرتك وجيل اللعيبة دلوقتي، محتاجين إيه؟ هو الفرق في يعني في 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 جميع المجالات، مش في الكوره بس كمان. يعني الجيل زمان والجيل دلوقتي في الشغل وفي الكوره وفي في في اي مجال. الدنيا اختلفت طبعا، التطور والتكنولوجيا والميديا دي مأثره جامد، لان الناس بتخاف من الكلام اللي بيتكتب في الميديا وما بتخافش انه اخوه او ابوه او امه يزعلوا ان هو وحش. بيخافوا من كده. بيخاف ان هو يعني ما بيحاولش يراجع نفسه، يقول طب انا ايه السبب، انا وحش ليه. هي دي، هو ده الفرق. ان انت لما تعملي حاجه تشوفي ايه اللي وصلك ان انت كويسه او وحشه. واحد اتنين تلاته، يبقى خلاص اتجنبه، ما اعملهاش. رتم الحياه سريع. اولا زمان احنا كنا زي اوروبا، الاحتراف دلوقتي ومن زمان في اوروبا اللعيب المحترف بيروح النادي الصبح، هو ده شغله. بيروح النادي يقعد في النادي بيتمرن مرتين وتلاتة وياكل ويشرب في النادي ويمشي اخر النهار ويروح بيته، هو ده شغله. ده شغله. موظف اسمه لعيب كوره. ما هو محترف. احنا كنا بنعمل كده زمان وما كانش فيه احتراف. احنا التمرين موجود، كل اللعيبه موجوده الصبح قاعدين مع بعض بنحكي، فكان في حب. انا ما فيش لحظه او وقت من الاوقات ان في لعيب زعل انه ما لعبش، او في لعيب انه زعل اشمعنى حمدي، او مش معنى فلان، او مش معنى علان. كله المهم ايه، ان احنا نادي ونبقى كويسين، وبنطلع من التمرين مبسوطين وبنضحك، وبنطلع من الماتش مبسوطين وبنضحك. ده ليه؟ محدش بيفكر في نفسه. احنا بنفكر في النادي. وبعدين النقطه الثانيه بقى الجماهير. الجماهير دي اكبر مشكله كانت بتواجهنا. مش عمليه الناس يعني ما فيش شتيمه ولا في بتاع.
احنا كنا يعني لو زعلناهم ما ترضاش تنزل من البيت، انت كأن زعلت اهلك. فرقم واحد الجماهير دي لازم تفرح. فكان في حب غير عادي يعني. وبرضو زمان يمكن استاد التتش دوت في التمرين مليان، ايوه الجماهير كانت مش عارف، واحنا عارفين الناس القديمه والاسام قاعدين في النادي من الصبح زي ما احنا موجودين، هم موجودين. مسؤوليه، انت فعلا مسؤوليه الجمهور دي في مسؤوليه. وبعدين مسؤوليه، ما في فرق ان المسؤوليه متعبه ووحشه، وفي مسؤوليه انت حباها وانت عايزاها. يعني لو كابتن حمدي ابو راضي بيقول حاجه للعيبه اللي موجوده دلوقتي، ان هم يحبوا اللي هم بيعملوه، يحبوا لعب الكوره، ما يركزوش مع السوشيال ميديا خالص، يركز مع رجله في الملعب مع زمايله، ان هو لما يقعد دكه. يعني حضرتك كنت بتقول حاجه مهمه قوي، ان انتوا ما كانش بيفرق لكم مين قاعد دكه ومين لعب الماتش ده خالص خالص. لا اللعيبه الجيل ده اللي بيقعد على الدكه بيبوظ طبعا، كل ما الكاميرا تيجي عليه يبوظوا شبرين. انت زمان ما تلعب كل ماتش، زمان ما تسمعيش ان في لعيب زعل مع المدرب او مع الجهاز انه ما لعبش او انه طلع من الملعب، انه اتبدل اتغير. ما فيش الكلام ده خالص. كانت حاجه غريبه، انا مش متخيل في وقت من الاوقات واحد لعيب زميل مبوز او زعلان انه ما لعبش. بيبقى قاعد مستني الوقت بتاعه، اول ما ينزل هو دوت الوقت بتاعه، هو ده يعني الوقت اللي انا مستنيه عشان ادي اللي عندي فيه، مش بالظبط. انما الـ 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 الموضوع دلوقتي بيبقى فيه غيره، بس غيره وحشه. انا ممكن اغير، لازم اغير. الغيره الايجابيه، الغيره الوحشه دي مؤذيه. اغير ان انا عايز ابقى كويس، ان انا فرقتي تبقى عايزه كويس، انما اغير من زميلي اتمنى له الاصابه. معلش، شغله الشغلانه الرياضه دي او انت تيم اصلا، هو اصلا الشغلانه نفسها قايمه على بالظبط على روح الجماعيه، فلو ده مش موجود عمركم ما هتنجحوا، انت ما بتعملش حاجه فرديه. ما هو ده الفرق. زائد برضو الميديا وال هي السوشيال ميديا زي ما اضافت للرياضيين، زي ما نورت رياضيين في الرياضات الاخرى، هي كمان اثرت بشكل معين على لعيبه الكوره تحديدا، بيتاثروا بيها بشكل كبير. انا عايزه اروح بقى لحاجه تانية في حياه حضرتك. حضرتك زوج واب بعيدا بقى عن الكوره، عايزين نتكلم عن الجزء ده. حضرتك متجوز ما شاء الله، ما شاء الله بقالك كام سنه؟ انا اتجوزت سنه كام يا رب، سنه ما شاء الله 89 ما شاء الله، الله اكبر. يعني كام سنه؟ او 88 لان ابني الكبير مواليد 89 88 يعني تقريبا حاجه و30 سنه ما شاء الله. 2 و2 34 سنه على قد حساباتي. انا حساباتي على قد، وما شاء الله 34 سنه جواز ما شاء الله. مين معانا يا كابتن في الصور دي؟ دي المدام وده عمرو، وابن حضرتك عمرو الوسطاني. في الاكبر منه محمد، والصغيره بقى خالص الدلوعه ده عمرو برضو، الدلوعه مي بقى. لا كلمنا عن عمرو. عمرو بيلعب ايه؟ عمرو دلوقتي هو بيلعب في هليوبلس، وهو في شركه كوره برضو، شركه بيلعب كوره. وفي شركه، وبيلعب في الشركه يعني شركه اساسي. حتى هو كان في دبي، الصوره دي لسه واخد الكاس البطوله بتاعتهم يعني. وده ابن حضرتك محمد الكبير اللي شبهي دوت، ايوه اللي هو لابس فعلا شبه حضرتك جدا. محمد بيعمل ايه؟ محمد نوتة حضرتك ولا دي خدمته؟ بيشتغل، لا اللي بيشتغل في العقارات، شركة تطوير عقاري. ودي مي بقى الصغيره لسه متخرجه ولسه اول سنه شغل بقى، وكان عيد ميلادها امبارح ما شاء الله. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وانتي طيبه. طيب السر او النصيحه اللي تقولها للشباب والبنات، 31 سنه جواز، ازاي اقدر اكمل في الجواز وما استسهلش مع اول مشكله طلقني انت طالق؟ بصوا موضوع الجواز ده اولا الحب رقم واحد في طبعا، يعني الحب بي 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 بيزيل كل حاجه، وبيخلي بيبقى فيه يعني تنازل، التنازل الكبير تغاضي. بيتنازل وتتغاضى، ما فيش حاجه يعني يعني مش الوقفه ند لند هي دي السبب. لازم الراجل عامه يعني، ما بقولش الست، الراجل عامه هو دايما اللي لازم هيجي على نفسه. اصل هيجي على نفسه لايه؟ ده مراته يعني، ما يعني مش حد غريب يعني، هيجي على نفسه عشان ولاده
ده اذا حصل يعني مشاكل مشكلة. انما انا الحمد لله يعني ما فيش مشاكل، لان يعني مستر ربنا وفضل من عند ربنا طبعا. وطبعا الولاد ايه اصحابي، بس اصحاب مصلحه، لما يكون في حاجه يبقوا معايا، في حاجه تانية يبقى مع مامتهم. على حسب الفريق يعني، حسب مين اللي هيوافق، هقول له بابا ولا اقول له ماما. ربنا يخليهم لك يا رب. عايزه اعرف راي حضرتك كابتن حمدي في كولر، شايف عامل ايه، خطواته ماشيه ازاي؟ بصي كولر من المدربين، يمكن قبل كده مع اسلام الشاطر اتكلمت عليه قبل التوقف، فتره التوقف بتاع كاس العالم، مدرب ممتاز جدا جدا جدا، ومدرب هادي جدا جدا جدا، حتى ملامح وشه مريحه للاعب اللي في الملعب. صح. يعني اللاعب ده خلي بالك اللي بيبص بيشوف المدرب بتاعه بره عامل ازاي، هو بيتاثر بيها. مظبوط. فهو ملامحه هاديه وملامحه مريحه لنفسيه اللاعب، ثابت. وبعدين هو عنده ميزه برضو، هو بيكتشف المخزون اللعيب، لان فيه لعيبه مثلا زي كريم فؤاد طبعا، وكريم فؤاد كله كان بيلعب باك رايت باك رايت باك رايت، هو يعني نقى منه الميزه اللي موجوده اوفر عنده، كمان بقى يستخدمها في الـ في الـ في الثلث الاخراني او الثلث الهجومي دوت، وما شاء الله هو ما قصرش معاه يعني، كريم رفع راسه يعني. صح مظبوط. فهو مدرب هادي جدا، ومدرب بيفكر كتير، وبرضه بيحافظ على قوام الفرقه، ان ايه ما بيخليش اللاعب فتره طويله قاعد بعيد عن الملعب، يعني ماتش اللي فات الروتيشن اللي هو بيزعل الناس وبس. بس الروتيشن دوت ما ينفعش كل ماتش بشكل، لان اي تيم تغيري فيه عنصر او اتنين او تلاته كل ماتش بيبقى في دروب، في مخاطره برضه، في دروب. بس برضه يا كابتن يعني احنا يعني اعتقد هي دي الماتشات اللي يقدر يعمل فيها روتيشن. هيعمل امتى؟ يعمل في كاس العالم للانديه ولا في نص الدوري؟ يعني محتاج يفهم هو لسه برضو. بيعرف اللعيبه. بصي هقول لك اي فريق في العالم في الدنيا لو اتفرجت على اي نادي اوروبي، فرقه اوروبيه، وكان زمان ده موجود في مصر، ان ال11 هم ال11 هم ال11 الروتيشن دوت على حسب، بس كمان ايه ثقافه اللعيب، ان انا ما اقعدش على الدكه مبوظ، قاعد مبوظ وما بفكرش، فلما بيجي يستعين بيها المدرب، ما انا ببقى انزل بدل ما ابقى اضافه ببقى اعلى على فرقتي. ليه؟ لان قاعد مبوظ، قاعد مش ما بفكرش، مش حاضر قاعد بفكر في سلبيات تانية خالص. اي ال11 لازم ثبات التشكيل من روعه الاداء، او من اللي النتائج بتبقى مرضيه للنادي وللجماهير بتاعه. ثبات التشكيل، التشكيل دوت بيحصل فيه تغيير واحد او اتنين، ده هو دوت اللي انا اتربيت عليه وشفته والعالم ماشي بيه. التغيير دوت لما يكون يا وقف يا اصابه، لعيب موقوف او اصابه، هي دي بس. سيبك يعني ما يتغيرش كل ماتش. لا لا، ما غيرش كل ماتش، انه ما غيرش كل ماتش، دي مشكله كبيره. تغيير كل ماتش دوت عنصرين ثلاثه، لا ده موضوع نظرا كمان، لانك في نقطه كمان، الثقافه قليله، ثقافه اللعيبه برضو مش ثقافه قرايه وكتابه، لا الثقافه التعامل مع الموقف، ازاي اتعامل مع الموقف. موقف مشعل النار، اخش انا اشعلل ولا اخش اهدي؟ صح صح. هو هي دي مشكله، يعني كلمه الثقافه المشكله. مستر كولر هو عمل التغيير ده ليه؟ يعني عمل اكتر من 3-4 تغييرات مثلا في بدا فتره التوقف دي، هي دي اللي اديته الفرصه ان هو يعمل كده، لان فتره طويله، ودي طبعا اثرت على معظم الانديه، حتى يمكن اللي اتاثر بيها قوي نادي الاتحاد السكندري، اتاثر بفتره التوقف. ايوه، نتائجه كان بادئ نتائجه كانت شيء، ودلوقتي نتائجه شيء تاني، مش بس نتائج اداء كمان يعني. لا، نتائج اداء ومجهود وتركيز وكل حاجه. كانت فرصه لاسوان، يعني اسوان استفاد من فتره التوقف، ان في الفتره دي برضو ابتدى يحسن نتائجه، لما حسن
التشكيل بتاعه والاستعداد بتاعه اللعيبه وعمل شكل وعمل شكل استفاد منها. النادي الاهلي ونادي الزمالك وجميع حتى الاداء فاتر يعني اهلي وزمالك وفاركو. انا بتفرج على الماتشات طالعين من كاس العالم بس انا ما بقارنش ابدا كاس العالم طبعا. احنا كاس عالم مش بالانديه حتى لو دوري سعودي او دوري بتاع ما فيش مقارنه بين كاس عالم وكاس وكره بطوله مجمعه يعني حاجه تانية خالص. بس بقى كلاعب كوره مفروض استفاد يعني انا بتفرج على كاس عالم وبتمرن لازم اطلع منها باستفادات بنقط كتير انما مش زي ما اتفرجت زي ما طلعت منها وبعدين انزل الملعب ما بقاش صح مزبوط. احنا دلوقتي هنروح نلعب مع حضرتك لعبه الحريفه هنعرض شويه صور وهتعلق لنا على كل صوره يلا نبتدي اول حد صورة. منهم قول لنا حاجه عمرك ما هتنساها مثلا مع بيبو. الكابتن خطيب طبعا اسطوره يعني من حظي الجميل او الحظ الكويس ان انا لعبت مع الكابتن الخطيب طبعا لعبت معاه يعتبر وانا صغير وفضلت موجود معاه لحد 87 في ماتش الاعتزال بتاعه كان نهائي افريقيا 87 وانا كنت بلعب في المباراه دي. كابتن خطيب كان بيفيدنا كتير جدا جدا الجماهير كلها عارفاه سواء في مصر او في افريقيا فوجوده في الملعب كان بيخلي اللعيبه يبقى بياخد نظرهم فاحنا بنقدر يعني نمرح شويه في الملعب نقدر نبقى موجودين في الملعب ونقدر نعمل حاجه. كابتن خطيب طبعا يعني كلام كتير يتقال عليه انما برضه نلخصه في كلمه اسطوره تتعب. كابتن أسطورة. خطيب اسطوره طبعا وانا كنت بستمتع طبعا ويمكن الجون الباص اللي باصهولي في ماتش المرسى التونسي كان هو يبتدي التهديف وانا بنهي التهديف يعني صح مظبوط. يعني والله خلصت حلقتنا كابتن مشكورك جدا ونورتنا كابتن حمدي ابو راضي ان شاء الله يعني تشوف كل اللي نتمناه ونشوف الاهلي في احسن حال ان شاء الله وسنه جديده سعيده عليك يا رب ان شاء الله. للاسف مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده استنونا في حلقات تانية كتير وبكره حلقه جديده بمواضيع جديده. باي باي.